أمل هي شخصية مثل أي شخصية نسائية مناضلة، بترفض الظلم، بترفض الفساد. صحيح بتلعبي معي، بدي فليك بأرضك. دخلت على السجن مثل كثير من النساء. أكيد أمولتي ست الحسن والدلال ما بتستنى. ثورة أثرت على حياتها كثير لأنه هي فقدت أشخاص كثير بتعزهم. رغم كل تجربة الاعتقال اللي مرقت فيها، لسه عندها مشروعة لحتى توحد السوريين ولحتى ترجع تعيد بناء البلد اللي هو مدمر مثل ما هي كانت مدمرة من جوا. عندي إيمان وبالتالي عندي أمل.